الحريات والتنافس أساس التقدم والرقي. الوعي على أنواع: وعي بالعقيدة، ووعي بالمعاملة، ووعي بالأخلاق والآداب، وكل ذلك صحيح وضروري، ولكن يجب إلى جوار ذلك كله الوعي بأمور الحياة وفهم الحياة. على المختصين أن يسعوا أكثر فأكثر في طريق إيجاد الحلول الصائبة لمشاكل المسلمين بالاعتماد على الروح الإيمانية الصادقة وعلى العقيدة السمحاء.